بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. نحن في مدينة فاس داخل التراب، مقاطعة زواغة، مقبرة تسمى سيد البطار. تعيش هذه المقبرة من إهمال ومن مشاكل وفوضى عارمة، وإهمال عدم الأسوار وعدم النظافة. كنشدوا الجهات المعنية المختصة بتنظيف المقابر وحرص على هذه المقبرة من الإهمال، راه حرمة الأموات المسلمين مابقاتش كتعطى. حتى كنشوفوا شو البوطو ديال الضو اللي شفتوه، راه هو في وسط المقبرة، واش كندفنوا الأموات والسلوكات ديال الضو دايزين عليهم من التحت. والمقبرة قد ملئت بأكملها كما ترون، وما دارولهاش الأسوار والأبواب، وخصنا شي ارض لهاد الناس اللي يبقاو يدفنوا. كما كتشوفوا المقبره امتلأت باكمالها، والدفن دابا بقى ندفنوا واقيلا في الويدان ولا في الشوانط ولا ما نعرف. وهذيك القطعه راه وقع عليها نزاعات، لان تيقولوا القطعه ديال المقبره ومستغلينها عهد المجلس السابق. لهذا كان نشد المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل وحل هذا المشكل ويجد الحل في أقرب وقت، لأن المقبرة مقبرة المسلمين يجب أن تكون حرمة عظيمة. إن لم نوقر المسلمين أحياء نوقرهم تحت التراب، إن لم نعطي الناس حقوقهم فوق التراب نعطيهم حقهم من التوقير ومن الاحترام داخل التراب. هل إهمال فوق التراب وتحت التراب؟ هل وصل بنا الحضيض أو هذا الحد من الإهمال، ونجد ويغيضنا الحال ونجد مقابر اليهود والنصارى بالنظافة والطرق بين بين القبر والقبر والحارس الليلي والأبواب والأسوار، حتى يتمنى الإنسان استغفر الله عليها أن يدفن عندهم ولا يدفن، ولكن الشر حرم أن ندفن في مقابر اليهود. والمقابر المسلمين تعيش إهمالا وخمولا، أين هم المسؤولون؟ وأين هم الذين كلف لهم الأمر بالمقابر وتنظيف المقابر وحراسة عناية المقابر؟ هل في نوم عميق وسبات؟ متى يستيقظوا؟ متى يكونون حرسين أو حراس على محارم المسلمين؟ السلام عليكم ورحمة الله، معكم فاعل جمعوي بالمقاطعة زواغة. اليوم جينا باش ندليو بالتصريح ديالنا بخصوص المقبره ديال السيد البطار اللي كتسمى بسيد البطار، اللي عندنا هنا بالحي الجديد، المقبره الوحيده دابا اللي كندفنوا فيها حنا بالحي الجديد زواغه. كما كتلاحظوا الاخوان، ها انتم فين كيدفنوا الموتى المسلمين؟ تحت البوطو ديال الضو. ها هما كما كتلاحظوا ديك الركيزه ديال الضو راه مدفون تحتها ميت، ركيزه واحده اخرى ها هي ديال الضو، ولينا كندفنوا الموتى المسلمين تحت البوطو ديال الضو. كنناشدوا الجهات المسؤوله باش يديروا شي صور لهذه المقبره هذه، ويخصوا شي حارس ليلي اللي يحرس هذه المقبره. هذه المقبره راه بدون حارس ليلي. كاين واحد السيد هنا الوالدين ديالو متوفين بجوج، الاب والام ديالو، يعني داير واحد شبه براكه كيبات فيها، يعني كيتعرض كيتهجموا عليه بالليل، كيجيو السكيريه كيجيو هادي، مسكين ما كيقدر يدير حتى شي حاجه اخر. مع العلم انه كاين الارض هنايا اللي مستغلينا هنا واحد صحاب الطوبيه، ها هما ما عرفناش هاد الناس هادو كيفاش كيزاولوا العمل ديالهم هنا، واش قانوني واش غير قانوني. هاد المنطقه اللي فيها الطوبيه راه محسوبه على المقبره، كما كتلاحظوا ها المقبره ها صحاب الطوبيه. لحبما ان كنناشدوا الجهات المسؤوله، هاد الارض هادي راه ما هي حتى شي واحد، الارض ديال الدوله راه ماشي ديال صحاب الطوبيه. كنناشدوا الجهات المسؤوله يديروا لنا شي حل مع صحاب الطوبيه هادو، يحيدوا من هنا ويبنيوا لنا شي مقبره اللي يطلق بالموتى المسلمين. وكنشكروا الموقع اللي زارنا اليوم وتكلم على هادي، راه المده يقدر هذا السيد هذا راه الاب والام ديالو ميتة، هو اللي يقدر يعطيكم المعطيات. ها هو يتكلم 20 عام وهنا هنا قبل ما تبنوا هاد الديور هادو كاملين، كان غير خلاو الكفار 20 عام وانا هنا. وقالها القايد، القايد قالها
20 عام من هنا وانا كنعس برا هنا في الزنقه. هذا الاخوان باش نوضحوا اكثر، هذا راه الاب والام ديالو ماتوا، دفنهم هنا، بقى عايش معهم في المقبره. في المقبره كيبات غير في المقبره، لا مأوى له، لا والو، لا اب لا ام لا حتى شي واحد، كيبات في المقبره ما كيخلصوا حتى شي واحد. حتى واحد ما كيخلصني وجه ربي. ما عندكش شي بلاصه اخرى تلبس فيها من غير هنا؟ ما عندي والو، عندي هذيك البريكه ديال الحسن سمره اللي ابن ليا، راني جيت بها ستايل ديال الجيره، هو كان غنجير على القبر دبين هذا. عساس يعني عساس على الطوبيه بدون مقابل، الا بغينا نقولوا حاط تمايا عساس هذه 20 عام بدون مقابل للتوضيح. وهذا السيد كما قلنا انا عرضت عليه انه يمشي للخيريه، بغيت اتصلنا بفعاليه المجتمع المدني بمدينه فاس، بعض فعاليات المجتمع المدني، واتفقنا على اننا نديوه لشي دار العجزه او خيريه او هذه، رفض. قال لك انا هنا حدا الاب والام ديالي سنموت، نطمر باهم وامو هنا وعايش حداهم، كيبات غير برا. يعني عايش غير مع الجواده، كيعمر ديك البواده ديال الماء باش كيرشوا على المقابر نهار الجمعه، شي كيعطيه 2 دراهم، شي كيعطيه 100 ريال، هذا الشيء باش عايش. وهو يزيد يكمل معاكم ويعطيكم اكثر. المهم هي القبر ديال الوالده ديالي هي حدا الوالد ديالو، عندي القبر ديال با رافين والخضر اللي من هنايا، هادي باش نصاوب لك عند الرميد. وشكون اللي صاوب لك الرميد؟ ها انت. الشكر الموصول للسيد عون السلطه بالمقاطعه ديال زواغه بالحي الجديد زواغه، والشكر الموصول للسيد قائد الملحقة الإدارية زواغة، من بعد ما تواصلت مع هاد الناس هادو طرحت لهم المشكل ديال هاد السيد هذا، تعاونوا معاه وطرحت لهم حتى الحالة، طرحت لهم حتى الحالة المرضية ديالو، يعني راه كان كيعاني من واحد الفتق وكان خصو عملية مستعجلة، مشيت لعندهم تواصلت معهم، كانت استجابة وتعاملوا معاه، صوبوا له كما كتشوفوا بطاقة الرميد، جزاهم الله خير الجزاء في حق السيد يوسف. قائد الملحقة الإدارية زواغا كنوجهوا له الشكر الموصول من هذا المنبر هذا، ونخليه يكمل معكم. المهم يا ذكر، المهم انا مقابل هنايا حسك كيجيو لنا القوانع كيحفروا على الميت، كننقي نرد عليهم البال، رجليا ما كنقدش ندير لها هك، هذه تلوات ليا، ولا ما كنقد لا ندير لها لا والو. تلوات ليا وكيتعرضوا ليا هنايا، ما كيخلونيش نترزق الله. اين يعني هاد الناس هادو؟ خصني كناكل معاهم طريف ديال الخبز باش ناكل. دابا انت عايش مع الموتى؟ عايش مع الموتى، ما عايش حتى مع شي واحد، مع دا الموتى اللي كنعيش معاهم. وداك الشيء اللي كتشوفه اخويا، ولا ما كانش هذاك انا ربيوني اللي بغيتو. شوف باش كطالب. كنطالب انا بغيت نشوف هنا نعيش حدا والديا، يبعدوا مني يعطوني اتساع، كنجير القبور كنغرس كندير كل شيء. بالمقابل شكون كيخلصك على هذا؟ ما كيخلصني حتى شي واحد، الناس اللي جابوا مدوا لي كيبدوا هذيك البركه نقول لهم الله يخلف، ولا شديت شي بركه نجمعها كنشريها دواء. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.